زي ما الكابتن شريف قال، وهاخد من كلام كابتن شريف وكابتن شطه واروح للكابتن عادل. انت كمان كابتن عادل كنت متفائل جدا صحيح. وكنت معانا هنا في البيت الكبير وقلت لنا النادي الاهلي هيكسب 3، وكان عندك ثقه كبيره جدا في المكسب، رغم خلينا نتكلم كل امانه كان في تخوف وفي قلق شويه من المباراه ديت بسبب ظروفها، بسبب انها يعني نهائي تاريخي قدام النادي الزمالك المنافس الاقوى على مر تاريخ النادي الاهلي، لكن كان عندك ثقه كبيره قوي يا كابتن عادل في المكسب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنقول الف مبروك. الثقه دي ما بتجيش من فراغ، يعني وانا عندي 7 سنوات الاهلي جايب بنفيكا بطل اوروبا مرتين، ازابيو طبعا الاسماء اللي بتسمعنا دي، كنا احنا اطفال صغيرين بنلعب في الاستاد 120,000 وبره في 100,000، فنكسب بنفيكا مع الرقفه 3، وعلشان نوصل للاتوبيس كنا بنوصل عن طريق الجمهور، مفيش ارض مفيش ارض يعني بنفضل نتنقل لحد لما نخش الاتوبيس من شباك. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه الثقه اللي جوانا ان النادي الاهلي كبير قوي بيلعب مع برشلونه وريال مدريد ولا مفيش هيبه بيكسب ريال مدريد، صحيح ماتشات وديه وكل حاجه، لكن ريال مدريد لما يجي يلعبك يبقى عامل حسابه انه في ناس بتتفرج عليه، وبعدين في نجوم. الثقه دي دايما بتيجي مع الانسان الكبير. النهارده انت بتنافس ريال مدريد، انت في المركز الثاني وفي المركز الاول، وانت ان شاء الله بعد بطولتين ثلاثه ممكن توصل معاه. الحاجه الثانيه قبل ما انسى، البطوله دي اسمها بطوله الوفاء الافريقيه لمؤمن زكريا. صحيح. دي بطوله لمؤمن زكريا. بتتوزع بقى على الشعب المصري وعلى الجمهور المصري وعلى جمهور النادي الاهلي العبقري العظيم جدا. بطوله فضلت 15 شهر. صحيح. بتلعب مظبوط، في ضغوط، في سفر، في جهد، في عرق، اداره عماله توفر في امكانيات، في طياره، في ضغوط نفسيه، المنافس مش سايبك، كل واحد عمال يخبط فيك من هنا ومن هنا وياخدك بعيد عن الكوره في اماكن مش مطلوبه، ومع ذلك انت مصمم انك المنافس تمشي. نقول بعض الاشخاص، خلينا نقول بعض الاشخاص، مش النادي، يعني النادي طبعا ملوش يعني اي ذنب، نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم برضو، بس احنا بنتكلم عن البطوله زي ما حضرتك اتكلمت يا كابتن عادل، الظروف كان البطوله كان فيها ظروف محوطاها من كل الجهات، من كل الجهات، بدءا بكورونا، الاصابات، فتره التوقف، حتى الناس اللي عندتك او البعض اللي عندك في عوده استئناف بطوله الدوري اللي من خلالها شفنا، يعني مش بتكلم على الماتش الفاينل، بتكلم على حتى الفورمه العاليه لفريق الاهلي والزمالك، هو ده اللي وصلك حتى للنهائي. فكانت ما عندك من جميع النواحي، عشان كده كانت بطوله استثنائيه، وفعلا اهدائها المؤمن زكريا حتى اهداء استثنائي، وده اللي يخليني اروح لكابتن شريف، لان سنة واحدة انا ما اقصدش الزمالك، امال المنافس اللي انا بلاعب صن داونز، صن داونز اكيد كانوا في حرب نفسيه ولا كانش في حرب نفسيه؟ أكيد. كان في طبعا، حتى الوداد، الوداد كان في حرب نفسيه ولا لا؟ ده اللي اقصده بالتيم المنافس، ما اقصدش الزمالك، الزمالك نادي كبير جدا، والعلم كان داخل الناس يعني زملكاويه واقفين على الباب بيباركولي. انا عارف روحك الرياضيه، وان انا نفس الناس بتتعلم من حضراتكم يا كابتن عادل، الناس بتتعلم كابتن. منكم، ويمكن الكلام اللي كابتن عادل بيقوله ده يعني الثقه دي جت من ثقه التاريخ، يعني الثقه اللي بتبقى موجوده عند النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مبنيه من تاريخ قديم، مبنيه من خبرات قديمه، ان في المواقف الصعبه النادي الاهلي بيكون عند حسن الظن يعني.